يعني مع هالأجواء الحلوة ومع يوم الخميس والعزف على العود مع محمد رواحنا كمان مكملين هلا مع الشيف نيفين. يسعد صباحك صباح الورد. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. أنت مستعدة اليوم للطبخ؟ مع هالأصوات الجميلة أكيد مستعدة. زاد نشاطي كمان. بسم الله ما شاء الله. يا أختي سبحان الله هيك العود والعزف وصوته هو غير شكل. أعطيناك الطاقة هلا بدك تبدعي لي بالطبخ. خلص بسرعة. خلص بسرعة. خليكم معنا مشاهدينا طبعا ونرجع نشكر الفنان الأردني محمد رواحنا وبدي أشكر كل الضيوف اللي كانوا معنا ببرنامج صباح الأردنية وننتقل مع الشيف نيفين بمطبخنا. خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية مباشرة. مكملين أكيد بالمشوار. صباح الخير لكل الناس اللي انضموا لنا هلأ ومكملين معاكم أكيد مع الشيف نيفين بمطبخنا. واليوم شيف شو محضرتي؟ اليوم عملنا لكم دجاج والأرز البريبري. بريبري من وين هاي البريبري؟ في ناس بيحكوا برتغالية، في ناس يعني مناش نعود الأصل بالضبط، بس هي الأصل برتغالية. اليوم لما حكت لنا بريبري حسنا هيك زي اللي بتكاغي كتي 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 بريبري. يلا يعني عملنا الدجاج البريبري. طيب خلينا أول إشي ناخد المقادير. خلونا يلا معاكي. بدنا نحتاج عشان نعمل الدجاج والأرز البريبري، أول إشي رح نحتاج أكيد لدجاج، رح نحتاج لأرز حبة طويلة. هلأ خاصية فيها خلود حلوة، هلأ بشرح لك شو هي الخاصية الموجودة. أوكي. أول إشي رح نحتاج لدجاج لنص كوب من زيت الزيتون، 3 كوب أرز بسمتي منقوع، بدنا 2 جزر مبشور وكوب من صلصة البريبري اللي أنا هلأ رح أحكي كيف سوينا مع علاقة من بودرة الدجاج من إبراهيم قبل. أكيد بهارات رح نستخدم الفلفل الأسود وبهار الدجاج من إبراهيم قبل. تمام. أول إشي خلود. إحنا رح حطينا فليفلة وبصل، هون حطينا فليفلة اللي هي الحمراء وبصل وتومة فلفل حار، اللي ما بيحب الفلفل الحار ما يحطها. تمام. رح شو سويت؟ حطيتها بصينية أنا ودخلتها الفرن بس شويتها، أعطيتها نكهة وشوفي يا ريت لو كنا على عين الغاز بتاخد كمان ريحة طعم شحي. تمام تمام. هاي المقادير شو رح نعمل فيها خلود؟ بس بدي أحطها بالخلاط. يا ريت لو خليتي حدا يفتح لك إياها بس قبل ما نبلش بالحلقة. ليش لا، أنا حاسة إنها خفيفة يعني إنه بضغطها عادل. شوفي شوفي يعني. هلا احنا لازم نعمل يعني فقره الخلاط. هلا فتحه الخلاط بالضبط ليزن. يلا بلشي بمقاديرك انت تفضل. طيب شوفي بمقاديري اول شيء بدي احط، بدي ابلش بالزيت وادبل البصل قبل ما اسوي الخلطه. حطيت هون زيت قلي. اعطيني اياه. سلم ايديكي بس عشان اجهز الرز. بس حطيت زيت القلي وراح احط هون بصل مفرومه. اوكي. هلا رح احط كل المكونات حكيت لك اياها هون. طبعا احنا على صفحتنا على الفيسبوك يا جماعه هلا نحن لايف. واكيد بيسعدنا وبيشرفنا دائما تعليقاتكم معنا. في عندنا باكجز مقدمه من بهارات ومطاحن واعشاب ابراهيم مقبل. شاركوا معنا. وسؤال حلقتنا لليوم، الخلاط ليش ما بيفتح مع الشيف نيفين؟ بالضبط. لانه قوي وانا مش قويه. لا كلمه انت حكيتي البريبري، انت قلتي اصلها من وين؟ برتغال. ماشي، شو اصل كلمه بريبري او طبخه البريبري؟ يلا خلود. هلا هون حطينا زي ما حكينا الفليفله والبصل والتومه. تمام. رح نحط شويه من عصير الليمون. اوكي. زيت الزيتون. ابو ليث بدي اوجه لك تحيه. عمر التميمي، علا، خلطة البريبري عبارة من فلفل حار وتوم وزيت نباتي وسكر وملح وعصير ليمون وزعتر ناشف. اعطتينا المقادير كلها يا علوشه. هلا في ناس بحطوا سكر بني، انا ما بحط سكر. اعطينا هي من وين، من اي بلد، من اي دوله البريبري؟ بس هي على فكره شطوره حكيت السكر. صح. انا ما بحب احط السكر. بحس بيعطي نكهه لانها الفليفله حلوه. فحسيت السكر عم بيزيدها حلاوه. فانا مستغنيت. طبعا هي حره. اكيد تقدر تحط الفلفل. تمام تمام. حطيت الكميات هون خلود. هلا بس راح اخلطها، راح احط شويه مي. ساجدة يسعد مساكي يا ساجدة، سوسو الحلوة القمر.
سكر حكي. عمر التميم بيقول لك البرتغال، يلا عشان تربحوا معنا طبعا اليوم وكل يوم في عنا جوائز مقدمة من بهارات إبراهيم مقبل، جبل النصر، طبربور، مرج الحمام. بس هلا بدي أخلطها. تمام. هيك صوص صار عنا جاهز. ايش حاطه بالفرن؟ الجاج. في شيء يتاكل؟ في هون جزر، لوز. في انا ما ضغطته. والله العظيم. في انا ما ضغطته كثير. شوفي الحلو خلود شو الموضوع؟ شوفي الحلو بالموضوع، انا كيفي عليه هاي الوصفة. هاي الوصفة بدك تعملي فيها الرز وتبلي الجاج وتحطيها صوص جنب الرز. حلو. تمام؟ تمام. هلا أول شيء ايش رح نعمل؟ نمسك من هذا الصوص نضيفه على الجاج. نضيفه على الجاج. اوكي. تمام؟ حلو. أهم شيء خلود، أهم نقطة اللي هي لازم شو هي اللي لازم؟ تنتقع أقل شيء ساعتين لثلاث أربع ساعات، يعني أقل شيء ساعتين، ما تعمليها وتحطيها فورا. ما بتتشرب الجاج الصوص؟ إيه لا، ما بتعطي التست الصح. أها. تمام؟ هلا بعد ما انت هيك جهزتيها بتحطيها بالتبروير وبتسكريها لمدة ساعتين. لمدة اقل شيء بالثلاجة؟ قبل بيوم ممتاز طبعا بالثلاجة. بتسكريها هيك بالتبروريرات الحلوة هاي من الحرية هون. بتدخليها وين؟ بالثلاجة. بالثلاجة. تمام. هذه أول خطوة. تمام؟ بعدين بتحطيها بالصينية، بتدخليها على فرن محمى، بتكوني محمية قبل، بتقعد تقريبا ساعة، ساعة ونص حسب حجم الدجاجة. اوكي، انت خلصتيها ولا لا؟ ايه جاهزة. اه جاهزة. تمام. تمام؟ اوكي. هلا شو رح نسوي؟ انا اول شيء رح استخدم هاي الطناجرة اللي كثير بتجنن وروعة، اللي هي ماركة او ام اس، موجودة بالحرية هم. طبعا هاي هي طبعا شيء مش طبيعية، يعني قد ما هي رائعة وفي سماكة ما بدي احكي قد ايه حلوة. كمان فيها شغلة ان هي بعدين ماركة تركية. موجودة بالحرية هم. بتعرفي انه ما بتصدي هاي الطناجرة؟ ما بتصدي بصراحة، يعني أول إشي شوفي هالطنجرة ماركة بتجنن. سماكة رائعة وكمان ألوان وموديل كتير حلو، يعني بتحسي أنت بتحطي أنت لما بتحكي عن الحرية هون، يعني كمان أوكي الحرية هون، بس هيك براند أنت بتحكي عن السبعة وعلى ما أعتقد 76، يعني انت بتحكي من السبعينات، يعني هذه قديمه وكل مره بيطوروا عليها، فلما توصل اليوم انت واصله لبيتك لمطبخك فبتحسي فعليا انه مرقت بتغييرات وعدلوا وزبطوا الى اخره، يعني وصلت لعنا. انا عندي طنجره من سنه 1900 بجوز وخشبه، ليش اقول لك يعني عارفه يا حرام، يعني شو قد مهرتيها هلا هي. انا ما بستعملها كثير، يعني انا مش فاهمه ليش تعبت نفسيا هي، عارفه تحسيها من سنه 1900 وخشبه، بس هي فعليا جديده، تلاقيها شهر، هي جديده يعني مصديه وحالتها حاله والايد مخلوعه ومش فاهمه ليه. لا انا ماركتها يعني بتكون مش، شوفي البراند بكون مش متعوب عليه، هذا البراند متعوب عليه. يعني انت بتقولي من 1000؟ لا لا هي السبعينات. جديدة بس كأنك بتشوفيها بتحسيها. لا أنا بحكي على هاي إنه هاد متعوب عليها، يعني صلها سنين. هي موجودة أكيد بالحرية هم، أي حدا حابب إنه يجربها. صراحة نصيحة إنها بتجنن. بعدين في شغلة كتير مهمة، هلأ الجلي تبعها وتنظيفها كتير سهل، وبتقدري كمان تحطيها عادي بالدش ووشر، يعني بالجلاية بالضبط لأنها جرانيت، عبارة عن جرانيت. يلا طيب هلأ بدي أحط الجزر. أنا عن جد جوعانة. يلا هلا حطينا البصلات مع الجزر، وبعدين شوفي كمان من هالقلاية اللي هلا رح نستخدمها. يعني نذكرهم ان هي ماركة تركية صناعة 1970s، يعني 76 76 بالضبط. نادية بتقول لك البرتغال، امل برتغال، ابو نورس منورين، يسعد مساك. ايه خلود شايفه اللي عملنا فيها؟ طلعي بقية الصوص بتكمليها على البصل والجزر. بنحط هون كمية الصوص، أكيد بدنا نملح عشان ما يطلع الأكل. ساجدة حبيبتي، أنا موجودة من زمان، أنت شكلك جديد ورجعتي لنا، مش عارفة يعني خلود حبيبتي. يعني هلا أنا حابة أحكي لك عن هذا المنتج اللي هو لازم يكون بالخلطة، بس يعني أنا بحب أحطه وقلبه بالزيت. هو لازم تحطيه بالخلطة، بس أنا هيك طريقتي. هلا هذا هو عبارة عن دبس فليفلة. دبس الفليفلة هذا من شركة اللي هو زيت وخل. الشركة أنا شو اللي حبيت فيها؟ إنه بيقولوا لي شيف إحنا مين اللي بيسويها هاي؟ بيسووها ستات البيوت، يعني داعمين لستات البيوت. يعني أنت بتلاقي المرتبان، أنا فكرت إنه مصانع وبينزل، بقولي لا، بقولوا ست بيت بيشغلوا ستات البيوت، تخيلي؟
يعني انا قد ايه معجبه بكون في المنتج والبرودكت قد ايه ممتاز، بس لما عرفت انه لستات البيوت وداعمين لهم كثير انبسطت. فكره عندهم شغلات ما يعني ما راح تتخيلوها، عندهم الورق العنب حاشينها لبنه، عندهم المكدوس جواته اوريدي لبنه، عندهم زي الزيتون لبنه جواها لبنه. انا امبارح بالليل تسليت عليهم على فكره، بدي اوجه لهم تحيه زيت وخل صراحه. اها اوكي، فانا حطيتهم هون، بتقدر تسويهم هون، بس انا حبيت هيك بحبها بالزيت اقلبها. بس عايدة يسعد مساكي يا عايدة، خلص هلا قولوا مساء الخير لانه احنا هلا صارت الساعه 12 هي مساء الخير. طبعا سؤالنا لليوم بيقول انه اصل كلمه بيري بيري من اي دوله؟ اصل كلمه بيري 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 صدمتيني اليوم. بيعمل لكم جاج بالبيري بيري علي بدي اخليش ما تجربوا مالها لحالها بتبرطم. ماشي شوفي علينا الغاز على اشي. ساجدة بتقول لك البرتغال. صباح الخميس الونيس، اكيد مع الشيف نيفين والمبدعة خلود، شكرا لك يا نادية. واليوم في عنا جوائز طبعا مقدمة من بهارات ابراهيم مقبل، موجودين بثلاث فروع، جبل النصر، طبرقور، ومرج الحمام. انا لهلا شرحت الجلوفز، ما رجعتش لبست الجلوفز. شو ناوي تعملي بكره؟ وين مايا؟ مايا بالمدرسة. مدرسة. صح. شو ناوي تعملي بكره؟ طبخة شو بكره؟ على الأغلب طحل. حلو. طحل محشية. كيف تحشيها؟ ببقدونس وتومة. بس بقدونس وتومة وبهارات. بس. سهلة يعني. شوية بصل. أوكي. بدي أحشيها وأعملها. الأولاد عندك بياكلوا طحال؟ مايار لا. مايار والله شاطرين. لا بحب طحال. هلا. خلصنا هون، بدنا الصحون هناك. شوفي انا هون بدي ازيد كمان، بدك اشيل لك لا بس هون بدي اضبطها، بدي هيك ارخيها شوي عشان ناكلها مع الرز. اوكي قبل ما هون يتسبك، اذا بدك قلبي شوي. اوكي بس هون بما اسكري حتى. شوفي انت دبس الفلافل كمان مدخن يعني انا ايش بقدم لهم كمان تحيه. قلت لهم انا بدي دبس فلافل، قالوا لي حاضر شاف اليوم بكون عندك نفس الوقت. كل طلباتك مجابه مجابه ما شاء الله. اللي بصاحبك شو بسموها بكسب. يسعدك والله يا خلودتي، احلى مكسب لي بالنسبه لي. انا صاحبه مع نيفين والله، انا كسبت منيح، الثلاجه عندي عبيتها. صحه والف عافيه يا ربي. الفكرة بسطت عليها، تطلعي على فكرة هاي الفكرة، انا الفكرة هاي وانا ما شديت عليها على فكرة هاي الفكرة، انا كثير انبسطت على هاي الفكرة على فكرة. فكرة انه هاي الفكرة تخيلي. احنا مبسوطين عليها من اول ما اجت على فكرة. لا بالضبط هي على فكرة. بس احنا على فكرة مش عارفين نفتحها. لا 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 ما انا مش عم بشد عليها. ايوه شفتي يلا برافو، فهي مش عم بتطرطش. لقيت حل يا خلود، ضلك تقولي لي لقي حل يا نيفين. يلا نحط هلا الرز. اوكي أنا كمان كثير معجبة بالكفاكير يا أختي، سهلة هيك ولا بتقحل. والله أنا الطناجر الكفاكير كله عن جد. توسخليش القلاية أنا نعمل فيها نمسحها ما سهلة. بالظبط سهلة المسح. شو مالنا يا شيف يعني ما نقلبها؟ قلبيها. أعطيني أنا أطبخ يا شيخة، أنتوا بتقعدوا ساعة وأنتوا بتقلبوا. يلا قلبيها. بدي أفرجيكي طبيخ الستات في البيوت شو كيف عامل. هاتي المية. هاتي العجقة. يلا هاتي مية. يلا روحي اطلعي فيها. الله عليك والله عليك. مي لازم تكون سخنة. طبعا ولا عادي؟ لا سخنة لازم سخنة. طيب اوكي تمام. هيك عندك الباقي بي ريحتها ما اسكاه. انا دخلت هلا بدي نشوف ملحها. خلص مش قادرة، انا مش قادرة، انا كتير جوعت. طيب احمد، احمد الموسى بيقول البرتغال. اوكي احمد دخل اسمك معنا على السحب. اماني خلود ربحيني البرتغال. حاضر يا اماني، اسمك دخل معنا على السحب. كمان بدي اوجه تحيه لكل الناس اللي معنا. علا، وانا على فكره حاضر يا علا، من امبارح احنا يا علا قلنا لك انه انت ان شاء الله اليوم تربحي معنا. بس شاركي يعني، قولي لي ايش ايش الجواب الصحيح. بدها كميه ملح. يلا كميه ملح. انت عندك مشكله مع الملح؟ ما بحب الاكل. لا مش مضغوطه، مش مضغوطه بس مش بحب الضغط النفسي، هو الضغط الضغط الطبي. لا مش مضغوطه بس ما بحب، ما بحب. شيرين بدي اوجه لك تحيه، بتقول البرتغال. هذا كل العالم صارت عارفه بالبرتغال. لا مش البرتغال، مش البرتغال، مش البرتغال على فكره. مش البرتغال، لا هي برتغاليه.
ولا ايش هي طلعت؟ البرتقال. لا انا ليش حسيته مش حامي هذا؟ لا حامي حامي، بس استني شوي ليه. ها طلع طلع. شوفي لانها الطنجره ممتازه ما عم بتوصل الحم. بلحق اكل قبل ما اطلع. اه بتلحق بتلحق. طيب شيف فراس، انا بحب ريحه البري بري. شيف فراس كيف حالك يا شيف؟ انا بحب ريحه البري بري. ما تقول لي الريحه واصله لعندك. تعرفي قبل كم من سنه اخترعوا اختراع، قلت لك عنه؟ لا هذا يا ستي خليني اسليك. اخترعوا اختراع انه مثلا هلا انا احنا عم نطبخ صح؟ صح. المشاهدين عم بيحضرونا، هم متخيلين الريحه بس مو شامينها. اخترعوا اختراع انه بيقدر اللي قاعد في البيت اليوم يشم ريحه مثلا اللي انت عم تطبخيها، البري بري بتوصل لعندهم. كيف؟ بفهمش بس عن جد هذا الاختراع. لا موجود. كيف بفهمش خلص هيك الاختراع. طب هو قولي لي السبب. يعني بدك بدي الصحون. اي واحد هذا الثلاثي هذيك مره قلتي لي انه لازم نعبيهم. انا كنت عامله لكم بس نوع واحد. اوكي شوفي ما احلى هاي الوصفه، بتحطي منها للجنب الراس. شف راس، والله انت على الراس يا شف راس، بجنن الشف راس ما شاء الله. الشخصيات والله شو طيب هالبني ادم. امبارح سوى دحدح. امبارح دحدح اول مره بحياتي باكله، بس كثير زاكي. صح. ومسخن، ما يعني ما بدي اقول لك المسخن بجنن بجنن. وهو ما هو كله على بعض الشف راس. هلا خلود نقطه وطن كمان بدي اوجهها تحيه. الرز ما بتسكري عليه لحد ما تحسي انه بقبق بقبق. شفت البقبقه؟ اه 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 حرام نكبهم هدول. طب هي طعمتها هذه حلوه يعني ولا طعمتها؟ لا هي بتيجي في ناس الاصليين انه بحطوا سكر، بس انا ما بحب عشان يعني الفليفله الحمراء بتعطي حلاوه. ناديه بتقول لك ابدعتي شيف نيفين كثير الخلاط حلو، عجبتني الفكره. على فكره الفكره حلوه لانه هي هيك ركبت. على فكره الفكره كثير حلوه تاعت الخلاط، يعني ما بدي اقول لكم انها سكرات وما ترتشط وتلاقي هاي. طب هيك احنا جهزت معنا. يلا شاركوا معنا، اعملوا شير لللايف عشان ندخلكم على السحب، تربحوا معنا جوائز مقدمه من سبايس شيف بهارات ابراهيم مقبل. طبعا كمان احنا صار لنا فتره طويله بنحكي عن العنابي ولازم نرجع اليوم نذكر بالعنابي وبرودكت العنابي، لانه فعليا هدول المنتجات اللي نفتخر فيهم. نفتخر فيهم اكيد. منتجات عربيه ومنتجات عربيه ومش بس هيك، مواد طبيعيه. خلينا اليوم يا جماعه نصحى شوي من قصه انه احنا عم ناكل اكل ما بنعرف اصلا هو ايش يعني كيف تم تصنيعه او شو هي المواد المستخدمه. من طعمي اولادنا، اولادنا بيحبوا شيء اسمه معكرونه، لو كل يوم طبختي لهم معكرونه ما بيقولوا لا صح، بس انه اليوم لما بتطعميهم مواد طبيعيه الفهم. بتحسي حالك انت ضميريا بتعرفي خلود لانه انت مطمنه على اولادك. فالعنابي اليوم شوفي هديك اليوم عم بطلع انه اولادي بحبوا النودلز بشكل عام كثير. ميار بتحبها. لاحظت انه شريط العنابي بتعطيكي نفس القوام. لاحظتي هذا الاشي لما عملتي انتي؟ لاحظت. بدي اعمل فيها شوربه. طيب خلود هلا احنا عملنا الرز وتمام وضعنا. يلا يلا هلا شوفي انت حكيتي لي وسختيها صح؟ امسحيها. بدك شيء تقعدي تقولين جميله هلا فيها انا وسختها. يعني خلود راكنه انه رح ترجع 100%. يلا واثقة حبيبتي انا بالجولدن زارا. بدي احكي لك كمان قصه. هلا امبارح شفت على مواقع التواصل الاجتماعي كثير ضجه. احكي شو شو قولي لي شو شو هلا انه صايره عم في شيء غش بالخبز. شفت الخبز الخالي على اساس انه طبيعي ومفيد وهيلثي، بتعرفي شو بحطوا؟ بحطوا مواد كيماويه بالخبز يا شيخ. والله فتخيلي يا حرام قد ايه في غش صاير. فليدز طبعا 100% انت بتكوني شاري واثقه منه. ليدز لا عشان هيك احنا والله احنا بنعطيكم والله المعلومه الصح وبنعطيكم وين تروحوا. يعني امبارح يا حرام يعني عم بحطوا ملونات. تخيلي مثلا هلا هذا اذا واحد فيهم عم بياكل عن جد لانه عم مش لانه بده يعمل دايت او مثلا لانه هيك فلسفه بدي انزل من وزني، بلكي عن جد هو الشاب او الشخص اللي عم بياكل عنده مرض مثلا. طب يعني انت هيك مش ضريته يعني؟ ما بعرف انا والله العظيم وين راح الضمير. على كل حال لما بنقول لكم ليدز احنا بنحكي مواد طبيعيه 100% سواء كل انواع المخبوزات عندهم، يعني الجوز الهند ولا الشعير ولا الخاله ولا القمح ولا شو مكان. يعني انت بتاكلي شغله انت ضامنه 100% انها صح. صح مزبوط. يعني امبارح عن جد ضجه هذا الموضوع. انت ما عم بياخذوا ها ضجه من كثر الاخبار. الواحد حتى بعته لليدز بقول لهم عن جد شكرا هذا عليك. المنتج الرائع عن جد صح. بس نقلب شايفها طلعت الطنجره. بسرعه ما تقولي طلع
ممتازه 100%. بعدين على فكره بتعرفي شغله ثانيه، ستايلها زي ستايل الطناجر القديمه. حلو. يعني في مرات ستات مثلا تيجي بتقول لك انا ما بقتنع، انا بحب شكل الطنجره يكون الطنجره اللي بنشوف حالنا فيها، بس هي شكلها قديم بس جديد. شوفي حالك فيها، لا اختي ماسكاها. فشايفين كيف يعني هم يعني عندهم كل البراندز بكل الديزاينات بكل الستايلز. انا ليش حاسه الطاوله فاضيه اليوم؟ ولا هو لانه مش عارف انت طبختك كتير سهله وسريعه؟ لا هي هي شوفي ما احلاها، انا قلت لك دجاج البريبري عباره نفس الصوص، بدك تقدمي جنب الرز بس احنا مقدمين لبن اضافي. أوكي. وبدك تعملي منه الرز ونقعنا منه الدجاج. طيب ايش وصفتك الثانيه؟ الوصفه الثانيه هي سلطه ما لزور اليوم لانك الكندش ما انتهى لكتينا فيه بالضبط. لا هي سلطه البرغل التركيه، بس نهدي على الرز بنسويها. طب ليش بتسويها هلا؟ لا ما هو الرز بنحب. طب انا بقلي وانت بتعملي؟ ما بدي اهدي الرز. هدي الرز، بدي اهدي الرز. خلينا نهدي معك خلود خلود. وانت بكره بدك تطبخي مين عازمه؟ ايه حماي. بتعرفي انا بكره مش عارفه شو بدي اطبخ. انت بتحبي الطحال؟ لا ما الاوبشن تبعي ما فدكيش. ايش اطبخ بكره نادين؟ اعطيني فكره. بدي انا اعمل ناوي هون الاحد اللي هي بيف استروجانوف. بيف استروجانوف. Yeah. طب سؤال، بنقدر اليوم احنا كسيدات عاملات انه نطبخ مثلا يعني بايام العطله ونعمل اكثر من طبخه ونخبيها وما تطلع مثلا مو زاكيه لما بنرجع تتغير طعمها قصدك؟ هلا اول نقطه بزبط، بس يعني في شيء بتلاقي 3 ايام مثلا الباميه لو قعدت اسبوع بالثلاجه بتحسيها زاكيه. بس في شغلات بتضرب اللي هي مرقه الدجاج ومرقه اللحمه، اكثر من 3 4 ايام بتضرب حتى لو بالثلاجه. لا ما بحطها بالثلاجه، لو حطيناها بالفريزر كطبخه وير يكون عن جد مسكر ما يدخل عليه الهواء، حطيتيها بالفريزر عشان انه مثلا خلينا نقول يوم الثلاثاء. انت طبختيها السبت نفرض، والثلاثاء بدك تطعميها للاولاد. هو اكيد 100% بزبط لانه الفروزن كل شيء بزبط. يعني وفي شغلات كتير جاهزه هلا، في براندات عالميه لو قليت البندورة المخيه يعني قصدي الفكره انه مفرزن. انت قصدك انه الفرق بالضبط. هلا تطبخيها؟ لا جاهزه بس بتحطيها بالطنجره وبتسخنيها. اوكي الفكره خلود انك انت بتقدر تفرزني، هاي الفكره. بس انا كنيفين بحب التست اخده بنفس اليوم او ثاني يوم. وانا ماكسيمم بعرف انه في كمان اكلات بايته بتطلع اسكيو. الباميه الباميه بايته زاكيه. الباميه انا باكل باميه بصراحه. الباميه عشق ثاني يوم. بتسأله 10 مرات تتسخن المنصف والله بشك. بس اقول لك بس في معلومه بالسلام الغذائيه، شيء اللي تسخن يا خلود ما بتسخن ثاني مره. هلا انت بدك تضلك مثلا طلعتي الطنجره سخنتيها، الاولاد ما اكلوا صح، رجعتي سخنتيها ثاني يوم، هذا غلط. انت حاسه الاولاد ما رح ياكلوا شو رح تعملي؟ يطبخوا انتم. لا ما تسخنيها كلها، خليها ما تسخنيها كلها عشان ثاني مره ما تخرب. والله العظيم امي رايره اليوم بعد شوي برجع من المدرسه بقول طب انا ما طبخت للولد خلاص. يوم الخميس يوم الخميس لبنه طبخ انت لبنه من زعتر زيت وخل. يا اختي انا زهقت من موضوع الطبيخ. طب خلينا نطلع فاصل ونرجع. خلينا فشلك قلبي، ما هيني عم بفش قاعده فشي صاحبتي. هلا فشي حبيبتي. طب والله عم بفش هدا الرز. هدا الرز. نطلع فاصل يا جماعه ونبلش بوصفتنا الثانيه، خليكم معنا. المهم هذا البرنامج برعاية. ما تبلش بالوصفة الثانية، خليني بس أرجع أذكركم هلا وأنت قاعد اليوم على الموبايل نزلي تطبيق اسمه سوق العروض من الاي او اس أو حتى من الجوجل بلاي. تمام، نزلي عندك سوق العروض، بتفتحي عندك سوق العروض بتفوتي. طبعا سوق العروض عشان أنت تكوني عارفة فيه كتير متاجر وفيه كتير محلات، فرح تلاقي طبعا اللي هي عطارة بهارات إبراهيم مقبل. تمام، بتفوتي عليهم بتلاقي في عندك هون باكيج الجائزة عشان هلأ تربحوا معانا. أنا هاي عم بحكي عشان أنتوا تربحوا معانا باكيج الجائزة، تكبسي عليها وبتشوفي ايش عندك باكيج جائزة اطلبيها وبتربحي على طول الحد الاعلى لكمية الشراء. لو طلبتي اشي واحد، لو طلبتي بهار واحد انت بتربحي اليوم معاهم من طبعا بهارات ابراهيم مقبل. رح ارجع افرجيكم اياها، اعمل هيك بس. تمام، شفتوا هذا تطبيق سوق العروض، هيني انا هيك بتفوتوا هيك. طبعا شوفوا هو المتجر مليان شغلات. اوكي، بتروحوا على بهارات ابراهيم مقبل، بتكبسوا وين
الذهاب إلى المتجر، بتفوتوا عليهم، بتروحوا في شيء اسمه باكيج الجائزة، بنكبس الكبسة وبتطلبوا لو أوردر واحد، لو إشي واحد بتفوتوا معاهم على السحب، وإن شاء الله إنه بتربحوا معاهم. دائماً بهارات إبراهيم نقبل صراحة، كريمين جداً جداً، وبحبوا الكل إنه يشارك معاهم ويربحوا، لحتى تدوقوا منتجاتهم وتعرفوا لما إحنا اليوم بنحكي عن بهاراتهم قديش هي فخمة، مواد طبيعية صح، ونكهتهم بيرفكت. يلا يلا بنعمل السلطة التركية. ناخذ مقاديرها، مقادير السلطة التركية معاكي، تفضلي. يلا لنعمل السلطة التركية، أكيد إحنا بحاجة أول إشي لزيت زيتون، لربع كوب من زيت الزيتون، لكوب من كوب من البرغل الناعم، واحد بصل مفروم، 2 سنتوم، معلقة دبس فليفلة، معلقة كمان من معجون البندورة، نص كوب زيت الزيتون، نص كوب دبس رمان، كوب بصل مفروم، وكوب خيار مفروم، وكوب رمان، واثنين خس اللي هو متواجد، بس أنا جبت الصغير كآيس بير، تمام، وملح وفلفل أسود فقط لا غير. يلا نبلش فيها. هلا أول إشي بدنا نحط ربع كوب زيت الزيتون. يا زلمة ميو. ما تنسوا يا جماعة موضوع سوق العروض، والله مهم جدا، لأنه هايهم عم بيربحوا جوائز، فنزلوا التطبيق، فوتوا على سوق اللي هو سوق العروض، فوتوا على بهارات إبراهيم مقبل باكج الجائزة، سهل كتير ما بدها إشي. يلا قولي حبيبتي. يلا أول إشي كمان تطلعي، كمان جبنا نفس الطنجرة بس بحجم صغير. أوكي. انت حكيتي لي إنها هاي الطناجر سنة 1976، نعم، وماركة تركية 100%، موجودة بالحرية هون. هي بس ناقصة تنزلي بالطبخة أنت. بس أنا يعني بصراحة بتشوفي هيك طناجر لازم تتغزلي فيها طنجرة. تغزلي بس احنا بدنا ناكل. طيب. بس كتير الصوص زاكي على فكرة، عجبتني البيري بيري. كتير زاكية. وهي التبولة كمان مختلفة. هلا حطينا البصل، بدنا إياه يتدبل شوي. بدنا نستنى عليه يتدبل شوي بس. شوفي في معلومة بيحكوها إنه البرغل إذا سمعتيها مسمار الرجل. مسامير الرجل، سمعتي فيها هاي المعلومة؟ ايش هالتشبيهات اللي بتشبهيها؟ لا لا بسموها والله البرغل اسمه مسمار الرجل، احكي لي ليش؟ وعين الجرادة وايش فيه؟ انت ما عليك دخل بالوصفات يا بنت الحلال؟ لا لا يعني ليه؟ طب ليه؟ ليش؟ طب لأنه على فكرة يعني البرغل فيه فوائد كتير، بتنمي العظام، تعمل على تنمية نمو العظام، فبسموها مسمار. ليش السوريين اخواننا السوريين لهم كل التحية اكيد دائما اكرهم برغل برغل؟ ليه؟ بحسوا انه البرغل دائما بقول لك بيعمل طاقة، بمدك وبيعمل تمام. بتعرفي بدي افوت لك هلا على جوجل خلود واسألك ايه واشوف لك فوائد البرغل. يلا انتوا اطبخوا اطبخوا. هلا حطيت البصل دبلته بزيت الزيتون، بدي احط كمان معلقة من دبس فليفلة من اللي حكينا عنها انها بتجنن، موجودة بزيت وخل. هلا كمان معلقة من رب البندورة. البرغل حبيبتي يحتوي على نسبة عالية من الألياف، بتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. البرغل بيرفع مستوى السكر بالدم بشكل بطيء. بيحتوي البرغل على نسبة معادن عالية. يعد البرغل مصدر جيد لعدد من الفيتامينز زي B6 وحمض الفوليك وبس. طيب قولي شو يعني البرغل، شو بيسموه الناس؟ قولي هاي المعلومة. بقولك مسمار الرجل. شو مسمار الرجل؟ ما قولي المعلومة هاي. أنا طول معروف عنها خلود. لا انا ما اوكي معلومتك صحيحه 100%، انا ما بقدر احكي شف انت بالنهايه، بس انا ما حبيت الاسم، لو بتغيروا لنا الاسم بس. هلا طيب راح نبلش. هلا حطينا البصل دبلته مع زيت الزيتون، معلقه من دبس الفلافله، معلقه من دبس البندوره اللي هو رب البندوره، وهلا دبس الرمان. اوكي راح اقلبهم كلهم مع بعض. ريحه كثير زاكيه، ذبحتينا. شو صار بعد القطعه؟ يلا افتحوا شوفوا لي هالمقلى. شفتوا؟ والله العظيم تقولي طنجرة ضغط يا بنت الحلال، ما اخذت وقت. مش معقوله هيك جهزت فخوره بحالها. هيك جهزت مدينة. انا الشيف مدينة. لا انا ضامنه انه في عندي طناجر 100%. هذا من المطبخ البربري؟ لا هذا التركي. انو البربري؟ البربري من البرتغال. هذا التركي؟ هذا تركي. تركي. حطينا البرغل. خلود اعطيني هاي، بدنا نحطه فوق البرغل. شوف قد ايه رح ياخذ. شوف ما احلاهم. انا اي شيء فيه دبس. طلع 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 كيف بتسحبوا للهاي. طلع على فكره رح اسوي فيه سكر، انا بتغلب ايام طناجر بتلاقيها السكر لزق فيها. هلا بدنا نحطها هيك. طيب بعد شوي يعني بعد تقريبا دقيقة دقيقتين رح نبلش نعلن عن أسماء الرابحين. اعملوا شير لللايف رجاءً رجاءً عشان الكل يربح معنا يا علا فؤاد.
ايه معاكي. طيب هلا بدي انزل بالخضار. انزلي بالخضار. بندوره، الله يعين اللي بده يجلي، خيار، حلو. والله حتى كمان بدنا نشكر عادل، بتعرفي نحن ما بنشكر عادل؟ والله كل الشكر لعادل بصراحة، يعني احنا ما حدا يزعل مني بس كل الشكر يعني لعادل. هو دينامو المطبخ، الجندي المجهول اللي بقطع واللي بفرم واللي بيعمل واللي بيسوي واللي بينظم. سكيورتي عادل بجنن، بيجنن عادل. طيب ايش ضفتي عليها؟ اعطيني هيك التاتش تاعت السلطة هاي، التاتش اللي هي اصلا بتحطيها بتقلبيها. انت معروف على التبولة انها ايش؟ ايش؟ باردة. صح؟ صح. بس هاي لا، احنا حطيناها على النار. هلا بدي احط شوي من الرمان واخليها على الجه. هاي حطيتي الصوص على النار بس هلا بتبرد صح؟ بتبرد. بدك تبرديها بالثلاجة ولا لا؟ لا لا لا، ما بتحطيها بالثلاجة. يا سلام، بس تغمسيها هيك. اسمعي، تمسكي خسة. ليش خسة؟ خبز ليك؟ لا لا، هي خسة مش خبز، سلطة. خبز ليت حكيت لك عن جد عقد عيشتها. المرة الماضية بقولها المعكرونة بدها رز ولا سلطة بخبز ليت. انت لا، لانك معجبة. انا لاني جوعانة. خلص الرز بدنا نطفي عليه، احنا كلنا جوعانين هيك نطفي عليه. طيب شو رايك نبلش نعلن آسيا عن اسماء الرابحين؟ يلا. بس بدي اذوق كيف ملوحتها. ما تحكوا لي بدها ملح ولا بدها إشي. طب خلود اعطيني الصحن. شو عملتي؟ شو دقتي بهاي؟ هاي أدوق. ما هو لازم انا ادوق واقيم. دوقي يا اختي، دوقي. دوق. بيرفكت. اكله لا يمكن تخطر على بالكم، لا يمكن تخطر على بالكم. اعطيني الصحن المرتب هذاك. انا ما اعطيته. حطي في الخسات. يعني نوزع هون شان. تذاكر. طب. شغل تعدي يوم الخميس تحطي فيلم وتنقرش عليها. والله. فرطشنا حالنا. ايش بتحبي تحضري افلام؟ اجنبي ولا عربي؟ والله لا اجنبي ولا عربي، بس انا في فيلم. انت بس بتطبخي. فيلم بعشقه. مين؟ العسل الأسود. لا أحمد حلمي؟ بالضبط. بتعرفي لو بعيده 10 مرات برجع أحضره. يعني أنا بس يشوفوا أولادي ماما عسل أسود. تخيلي. شوفي ما أحلى هالصحون كمان. قد إيه مرتبين. إحنا طفينا الرز صح؟ ما بعرف. خليه يهبل. خليه. هلا بنسكبه. خلصنا تقريبا صح؟ ضل عندك إشي مو عاملتي لنا اليوم حلو. لا اليوم سلطة هيلثي. إذن اليوم المطبخ كان مطبخ من البرتغال والسلطة من تركيا. الله عليك يا شيف نيفين. الله عليك يا شيف نيفو. الرمان، حبيت الرمان هيك على الوجه. أوكي. شوية جوز بالبقلو، بحس الجوز على الأطراف. بجوز الجوز مع البرغل بصفي تو ماتش. لا بالعكس بيعطي نكهات تو ماتش. طيب رح نبلش نعلن عن اول رابح. يعني الاسماء يعني معنا، بس خلينا نبلش نعلن عن اول رابح معنا لليوم. عمر الحصريه قال البرتغال صحيح. طبعا ربحت معنا باكج مقدمه من بهارات ابراهيم مقبل. يلا كملوا معنا، اعملوا شير لللايف، واللي ما شارك شارك، واعملوا منشن كمان، منشن للناس اللي انتم بدكم اياها انها تربح. الله الله الله. تحطي بصحن. أنا بدي أكل حبيبتي. يلا خلاص، أنا دلعتك كتير كتير. والسلطة أنا خليت لك. هيني خليت لك السلطة. بتجنن بتجنن. هاي كمان عند الحرية هون؟ لا. أنا مش معجبة فيها. بحب صراحتك. مش معجبة فيها، فأنا أكيد لا هي. لا لا، كنت أقول لك كيف يعني، هذي معقول؟ لا مش حلوة. نحكي معهم تليفون. البرغل عامل شغل يا جماعة، والبصل عامل شغل، والبقدونس عالي هون. خليني ايش شو نطلع فاصل خفيف خفيف عشان نسكب. اجيك تمام، بس بدنا نسكب. اطلعي فاصل. نطلع فاصل، نطلع فاصل ونرجع لكم. خليكم معنا. لا بس فاصل، بس نسكب خلص. اطلع فاصل يلا. انا باكل. انت كلي.
فاصل ونواصل. هذا البرنامج برعاية رجعنا معاكم وخلص يعني احنا هلا باللمسات الاخيره للوصفه الاولى معنا لليوم اللي هو الرز بالبريبري. وقولي لنا يلا احكي لنا رز والدجاج البريبري. رز والدجاج البريبري. شوفي هلا دائما انا بحكي الرز خليه يهدي اقل شيء ربع ساعه. اوكي ما تسكبيه دغري بس احنا مضطرين على الهواء عشان الهواء بس. طيب بدي هال تقولي لي هالدجاجات الحلوين من وراك. طيب وانا عم بطل لك الدجاجات الحلوه سخنه. لا طولي يعني لا ما هي مش سخنه بس انه اوكي معلش عشان حتى لو بدنا نقول مبروك لمحمد ابراهيم كمان ربح معانا من بهارات ابراهيم مقبل. كمان بدي اقول مبروك ل ثواني شوي خلينا نقول لمين مبروك كمان. احمد الموسى كمان ربحت معانا يا احمد الف مبروك لك يا احمد الموسى. كمان معلش عشان عندي طبيخ عمر قلنا لك عمر الحصريه كمان تحيه لك والف مبروك. واخيرا محمد ابراهيم ربحتوا معنا باكجز مقدمة من بهارات إبراهيم مقبل ومطاحن وأعشاب موجودين بجبل النصر طبربور ومرج الحمام. هيك بنكون خلصنا طبختنا ضايل الإضافة الأخيرة. قولي سخنة؟ لا هي مش سخنة دافية بس. شوفي كمان هدول شوفي ما أحلاهم قديش تقال برضو ماركت أو أم إس. هاي بدنا نحط الدجاجات شوفي كيف متحمرات ما أحلاهم. هيك نرش اللوزات. انت بتعرفي قولي انت بتحب هاي الشغله هاي الشغلات الطحبيش هاي اللي تحت هاي 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 اسكيشي. هاي اسكيشي بالاكل فلو سمحتي رجاء هذه ما حدا يلعب فيها عشان نغمسيها بخبز ليت نغمسها بالضبط. هلا هون نغمسها فما حدا يقرب عليها ماشي شباب مش هلا بس خلصت حتحطوا ايوه ممنوع ما حدا يجي بالصوص لخلود. طيب بدنا نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. بدنا نتمنى لكم دائما راحة البال وهدات البال. وبدنا نتمنى نهاية دائما عطلة سعيدة. نهاية عطلة جميل. سعيدة طبعا لهذا الأسبوع وإن شاء الله دائما بيوتكم مليانة بالمناسبات الحلوة دائما مليانة بالعزايم مليانة بالناس مليانة باللمة وبالجمعة. يوم الجمعة يا جماعة هو من أجمل الأيام أجمل أيام الأسبوع لأنه إحنا نرتاح فيه بنشوف الناس اللي احنا بنحبهم بنجتمع فيهم يعني بيكون عندنا الوقت لحتى نتسامر ونقعد ونحكي شو صار معنا خلال هالاسبوع كامل او خلال هاي الايام الماضيه. فهي فرصه ما تضيعوا الفرصه وعيشوا كل لحظه بلحظتها وكانها اخر لحظه. ما تنقدوا على حالكم عشان تقيموها يعني شي. عشان تحسوا بقيمتها. انا قصدي اسمعي ما تنقدوا على حالكم خذوا الامور كلها طبيعيه ببساطه. هاي طوشه الجمعه انسوها بكره الله يرضى عليكم. انا بدوري كمان بدي اشكر وليد بدي اشكر اسيا بدي اشكر اسيل بدي اشكر كل جماعه السوشيال ميديا بدي اشكر مصورين يزن مصورين سلامه يزن عمر اللي دائما كانوا معنا يعني وما زالوا معنا خلال هالاسبوع كل حدا صراحه يعني الله يعطيكم الف عافيه خلف الكواليس يعطيهم الف عافيه على جنب. طب انقولها انا على ال تفضلي السفره بتشهي البري بري 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 بابا بابا تعرفي الاغنيه انت ضبطي لي هاي ضبطيها بري بري هاتي عشان ياخذوا التصوير. طبعا كمان بدنا نشكر الرعاه حريه هوم بدنا نشكر بهارات ابراهيم مقبل بدنا نشكر معدات المطابخ بدنا نشكر مخبوزات ليدز شكرا لكم دائما وابدا شركاء النجاح كل الشكر لهم شكرا لك نيفين شكرا لك خلود انت يعطيك الف عافيه نهايه اسبوع سعيد ان شاء الله. قولي باي باي انا وقلكم باي 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 نراكم الاحد ان شاء الله بوصفات كثير حلوه انتظرونا.